الرحمن الرحيم دائما في عملية تطعيم أو باللغة المغرب العربي العربي وهي تلقيم، فوالا. وكما أشرنا هناك ثلاث وسائل أو ثلاث طرق، إما تطعيم باستعمال البرعم، تطرقنا إليه وسنتطرق إليه إن شاء الله مرة أخرى، ثم التطعيم باستعمال الأقلام كهاته، فوالا. ثم كذلك التطعيم باستعمال الشق خلال فترة عندما تفرز الشجرة العصارة، فوالا. إذا الهدف هنا هو التطعيم عن طريق القلم، سنأخذ عينة من شجرة مهمة. إذا شنو هو الهدف ديال التطعيم؟ هو عندما تكون شجرة ذات أكل جميل نريد أن نعمم هذه الشجرة على شجرات أخرى، خصوصا عندما تتوفر في الحقل أو في الحديقة على نوعين شجرتين من نوع واحد، تكون واحدة أكلها طيب وعلى وذات جودة عالية، أخرى ترى أنها عادية، يمكن أن تأخذ أقلام من الشجرة الطيبة ثم تقوم بنقلها أو استنساخها في شجرة أخرى. إذا لاحظ خذنا أقلام، لكن غالبا أخذ الأقلام يجب أن يكون غصن مثلا أخضر وعلى فصل الشتاء، ثم نضعه في البراد أو في الثلاجة إلى حين وقت الربيع، فصل الربيع، ثم سنأخذ هذه الأقلام ثم نقوم بعملية التطعيم. إذا لاحظوا هناك أنا سأقوم دائما ببرد، يعني لاحظ دائما هذه واحد 5 أو 6 سنتيمترات، ثم في الجهة الأخرى جزء بسيط الجهة الأخرى، تصبح عندنا مثلا قلم. سنقوم بإنشاء فتحة تي وعلى لاحظ تي، ثم هنا وعلى، ثم نقوم بهذه العملية وعلى لاحظ سأقوم بهذه العملية، سأقوم باستعمال بلاستيك أو بالدارجة. كاين واحد الراندة سميتها راندة ديال التلقام خصوصا تستعمل لكي نقوم، ولكن يجب أو استعمال بلاستيك عادي وعلى لحماية هذا الجزء من البرد والصقيع. هنا الحمد لله الخطوة رقم واحد، الحمد لله نقدر نستعمل السكوتش العادية. ثم الجزء الأعلى يجب أن نقوم باستعمال بلاستيك لتغطية الجزء الأعلى من الساق وانتظار لمدة شهر مثلا إن شاء الله. إذا شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل.